تشويش نسبي في ذهن المواطنين خلقه التزامن الحاصل بين الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها وانطلاق حملة الانتخابات التشريعية يوم الصمت الانتخابي للرئاسية، إذا صب تركيز هذه الفترة من قبل الجميع على الانتخابات الرئاسية مقابل تهميش التشريعية، حتى أن عددا كبيرا من المواطنين يجهلون انطلاقها أو هم غير مبالين بها. هذا بالإضافة إلى عدم انطلاق تعليق القائمات الانتخابية المترشحة للتشريعية في عديد المناطق بولاية صفاقس مقابل تواصل وجود معلقات المترشحين للرئاسية. برنسيب معناها تكون الانتخابات الرئاسية توفى معناها الدور الثاني والمواطن يكون مركز تركيز تام على الانتخابات الرئاسية، ثم تأتي الانتخابات التشريعية، خاطر إذا نعملوا الانتخابات هذه الرئاسية والتشريعية اون باراليل معناها مش فلي ثم لخبطة وثم مش المواطن بيدو المواطن البسيط مش يدخل بعضه، مش تتكثر عليه الأوراق ومش تكثر عليه المقارنات ومش تكثر عليه كذا وهذا في هذا ويدخل كل شيء يدخل بعضه. هي من اللي تقدمت الانتخابات الرئاسية خلقت تلك اللخبطة، سيرتو المترشحين الانتخابات الرئاسية ما خذوش فرصتهم باش يعرفوا عليهم وباش المواطنين يعرفوهم اكثر، دونك صارت هكا اللخبطه. التشريعيه تو ما عندهاش اهميه كما كانت قبل، كانت هي باش تكون الاولى، هي باش تقرر مصير المترشح اللي كان باش يشد الرئاسيه، دونك ثم اللخبطه. انا لا ركزت لا مع الرئاسيه لا مع التشريعيه، معناها ما انتخبتش حتى في الرئاسيه ما انتخبتش. هكاك معناها مانيش مقيد اصلا. كل واحد يقول لك اجا وانتخب هذا انتخب الاخر انتخب الاخر، ما عادش تعرف شيء العباد. تو المواطن مركز مع الرئاسيه اكثر تو، خاصه في طلوع هاي سعيد ونبيل القروي مركزين مع الدور الثاني اكثر منه من التشريعيه. اكثر شيء مع الرئاسيه حتى انا بيدي ما زلت ما عرفش التشريعيه، ما زلت ما شفتهاش بالكل، ما زلت ما ركزتش معاها. طلعت على حد شيء ما طلعت تبع كان في الرئاسيه تبع كو. يشار إلى أن القائمات المترشحة المقبولة نهائيا في الانتخابات التشريعية لعام 2019 بولاية صفاقس تبلغ 97 قائمة بين حزبية وائتلافية ومستقلة، 52 قائمة بدائرة صفاقس 1 و45 قائمة بدائرة صفاقس 2.